أصدر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بياناً دعا فيه المؤمنين من رعاية الكنائس، وخاصة في ظل الوضع الصحي الراهن، إلى العودة إلى الله بتوبة صالحة وضمير نقي، رافعين الصلاة والتضرع لطبيب نفوسنا وأجسادنا أن يحرسنا بعنايته الإلهية ومحبته الأبوية للبشر. وأضاف البيان: ولأننا كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد، ندعو جميع الآباء الكهنة مع أبنائنا للمشاركة في خدمة القداس الإلهي يوم الأحد 15 من تشرين الثاني الحالي، لنرفع سويا بقلب خاشع الدعاء للإله الناهض من بين الأموات، لكي يرفع عنا وعن وطننا وعن العالم أجمع هذا الوباء، ويمنح الله بلدنا نعمة السلام والأمان والاستقرار في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحكومته الرشيدة، ويرافق بنعمته الإلهية الكوادر الصحية والأجهزة الأمنية التي تواصل الليل بالنهار لخدمة الإنسانية.